السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح السعادة، صباح الجمال على كل حبايبنا، صباح الحلويات. وطالما قلنا صباح الحلويات يبقى النهاردة هنعمل حلويات للحلويات. النهاردة هنعمل كيكة الرواني اللي كتير بيسألوني عليها. يدخل الشتاء من هنا تبقى كيكة الرواني دي هي الراعي الرسمي للجوع بتاع بالليل. كيكة الرواني من أحلى الكيكات وقطع الكيكة اللي بتبقى في طبق الحلويات اللي كلنا بنتخانق عليها. ودايما نقول بنجيبها من بره مسقيه شربات، بس شرباتها هادي، كيكه طريه وناعمه جدا جدا. بتتعمل ازاي ولما اعملها في البيت اطلعها نفس النتيجه بتاعت بره ازاي؟ ده ان شاء الله اللي هنعمله مع بعض النهارده. النهارده عندنا مهرجان الرواني، هنعملها بكذا شكل وكمان هنزوقها بكذا طريقه، وفي الاخر النتيجه واحده، كيكه طريه جدا جدا، طعمها حلو وريحتها حلوه، مسقيه بالشربات ناعمه، بصوا هشه خالص كده زي ما هنشوف مع بعض. تعالوا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير للكيكه ومقادير الشربات وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا سهله جدا، تقومي بعد الحلقه تعمليها على طول ان شاء الله. كوبايه دقيق عاديه، قد الدقيق بحط سميد، سميد ساده اللي هو دقيق البسبوسه، ساده من غير اي اضافات، يبقى كوبايه دقيق كوباية سميد سادة، كوباية وكوباية. بعد كده نص كوباية جوز هند، معلقة كبيرة خل، أربع بيضات، علبة زبادي، معلقة كبيرة بيكنج باودر، شوية فانيليا صغيرين، كوباية سكر، ونص كوباية زيت، ونص كوباية سمنة، ودول هنقف عندهم شوية اللي هي دي، ده النص والنص. ممكن أخلي الكوباية كلها زيت، ممكن أخلي الكوباية كلها زبدة، ممكن أخلي الكوباية كلها سمنة. طب ايه اكتر نتيجه يا هاله عملتيها وعجبتك ولقيتيها مظبوطه؟ لما بحط نص سمنه ونص زيت. طيب لو انا مش عايزه السمنه يبقى اهم حاجه عندي او اظبط حاجه يبقى كوبايه زيت على بعضها، يبقى كوبايه زيت، كوبايه سكر، كوبايه دقيق، كوبايه سميد، دي كده الكوبايات اللي عندنا. عليهم نص كوبايه جوز الهند، رشه فانيليا، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره خل، علبه زبادي بتاعه السوق، واربع بيضات. هي دي مقادير الكيكه، كوباية 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 كوباية، نص، علبة زبادي، أربع بيضات، معلقة كبيرة معلقة كبيرة، والفانيليا معلقة صغيرة، وممكن نحط فانيليا باودر. أظن ما فيش مقادير أسهل من كده، وفنطناهم كده وإحنا واقفين. جايبة لكم المقادير كلها متقاربة من بعضها عشان تحفظيها وإحنا شغالين مع بعض. الشربات الحلو بتاعنا، الشربات والسكر هيكونوا قد بعض، كوبايتين سكر عليهم كوباية مية، وبحط الليمون شرايح سلايس كده، ما بحطش عصير ليمون يا منه، لا هو ليمون شرايح. وفي الاخر خالص بعد ما بيغلي غلوتين بحط معلقه سمنه، بتفرق جدا في طعم الرواني. خلاص كده ده الشربات بتاع الرواني، السكر والميه قد بعض بالظبط، وبحط شرايح ليمون. اظن مفيش اسهل من كده في الدنيا. نسمي بسم الله بقى وندخل على تحضير احلى صينيه رواني النهارده باذن الله. اول حاجه تعمليها نمشي مع بعض الخطوات واحده واحده، اظبط درجه حراره الفرن على 180 تحت ومروحه، ما عنديش مروحه يبقى تحت بس، يبقى دي اول حاجه نظبطها مع بعض. 180، بصوا اهي تحت ومروحه وشغالين الفرن زي الفل كده. خلاص دي اول خطوه. ندخل على تاني خطوه، نحط الشربات على النار. امشي معايا زي ما انا بعمل كده بالظبط، هحط كوبايتين ميه على النار، بسم الله كده. شفتوا؟ عشان انا حاسه ان اللبانه سخنه حطيت الميه الاول، لو كنت نزلت بالسكر الاول كانت حروف السكر هتتكرمل على طول وتتحروق معايا. نزلت بالميه الاول، كوبايتين ميه عليهم كوبايتين سكر، ماشي كده. وطبعا مش هنقلب السكر، هو اول ما يغلي هيدوب لوحده. وهحط بصوا شرايح ليمون كده، كفايه قوي الثلاثه دول، على نار هاديه. بعد ما يغلي مده 5 دقايق اطفي عليه النار واحط فيه معلقه سمنه تدوب في السخونيه بتاعه الشربات، يبقى في الاخر الشربات قوامه كده بالظبط يا سمر. بصوا شايفين ازاي اهو، تاني ادي قوام الشربات، شايفين خفيف ازاي؟ مجرد غلي 5 دقايق بس، طفيت عليه، وسلايز الليمون ده بيدي مزازه حلوه جدا جدا جوه الشربات. بس يا ستي، وطفيت عليه وهدي وبرد خالص على ما تعملي الرواني بتاعتك. اهم حاجه عندي حاجه فيهم سخنه وحاجه بارده،
يعني ولا الاتنين سخنين ولا الاتنين باردين. فانا بعمل الشربات الاول واطفي عليه واسيبه يبرد ويهدى خالص، على ما الرواني تطلع سخنه ويكون هو برد او حتى دافي اسقيها على طول بالشربات واغطيها، تبقى تبارك الله عليها كده حاجه كده يعني ريش نعام لوز بجد. يعني دلوقتي هسيب الشربات على النار وابتدي اشتغل بقى في الكيكه نفسها. عندي بيض وعندي سكر، هاخدهم الاول مع بعض. ادي البيض والسكر، نشيل كل ده، كل حاجه ليها ترتيبها، نمشي مع بعض خطوه خطوه، تلاقي الدنيا زي العسل باذن الله. يا جيهان صباح الفل. صباح الفل يا مدام يا ست هالة، ازي حضرتك؟ ربنا ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ بخير يا حبيبتي والله، فضل انت النعمه. العسل، انت العسل بتاعنا والشربات. يا رب يخليكي، انت الروان بتاعتنا النهارده. انت العسل والشربات بتاع الحاج. ربنا يكرمك. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. ربنا يخليكي. يصبح عليكي وعلى الانسه السمر وعلى الكروب كله وعلى مدام ناجي ومدام ناجي وصباح القشطه. صباح العسل عليكي يا حبيبتي، اشكرك على كلامك الحلو. اول حاجه هعملها ممكن في الخلاط وممكن بالمضرب اليدوي وممكن بمضرب الكهرباء. خلاص عشان ما يجيش حد يقول لك لا ده انت استعملتي مضرب الكهرباء يبقى ما ينفعش اي وسيله تانية وانا ما عنديش. لا يا ستي، نفس الترتيب اشتغلي في الخلاط، مالكيش حجه. النهارده تعملوا شويه رواني تدعوا لي عليها باذن الله. اول منزل بالاربع بيضات وانا مغمضه كده، التوأم الملتصق بتاع البيض، الفانيليا، وعندي في المقادير بتاعتي معلقه خل يبقى برضو انزل بيها هي كمان، وعندي سكر، طالما السكر خشن يبقى ينزل مع البيض في الاول. بسم الله، دول كده هتعملي في الخلاط يبقى دول هينزلوا الاول في الخلاط. يلا بينا نضرب الكلام ده، ندوب السكر مع البيض. بسم الله. اجيب كده اثبتي لاموره كده لذيذه، فين فين اهي، تنزل لي كل السكر اللي على الحروف ده بالشكل ده. بصوا السكر هربان فين على الحروف، نزلي كده كله الاول عشان كله يدوب معاكي باذن الله. نرجع نضرب تاني، يلا بينا. بسم الله. بس يا ستي كده كوباية سكر مع أربع بيضات مع فانيليا ومعلقة كبيرة خل، مش أكتر من كده. في الخلاط أو في المضرب أدوب السكر جوه الأربع بيضات بتوعنا خلاص، وبقى في فوم كده وفي رغوة كده في الخليط، يعني كمان دخلت هوا جواها، يبقى تبارك الله. هوا مع بيض مع بيكنج باودر، اوعى وشك على الرواني بتاعتنا إن شاء الله النهاردة. إيه اللي عليه الدور بقى أنزله على الخليط؟ علبة زبادي من علبة السوق، مقدار علبة السوق سواء بلدي أو شركات مش هتفرق معانا، والله ما بتفرق معانا. نضرب الزبادي جوه الخليط. بسم الله. وبعدين تعالوا بقى دور المادة الدهنية، نص كوباية زيت زي ما اتفقنا، معاها نص كوباية سمنة، وممكن الكوباية كلها تبقى زيت، ما عنديش أي مشكلة خالص. سمنة بس بتطعم الرواني شوية، بتخليها زي الرواني بتاعت الحلواني الجاهزة كده، بيبقى فيها تطعيمة كده حلوة. تعالوا نضرب بقى المادة الدهنية مع الخليط الحلو ده. بسم الله. بس يا ستي شوفي بقى، لو انت شغاله في الخلاط خلاص كده الخلاط دوره انتهى، شكرا قوي على كده، هروح جايبه كل المقادير الجافه واحطها عليها وبالمضرب اليدوي زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. انا معايا المضرب الكهربائي او انت عندك مضرب الكهرباء في البيت، بعد ما تحطي المقادير الجافه ادي ضربه بسيطه كده بمضرب الكهرباء
خلاص ده الفرق. تعالوا بقى نشوف ايه المقادير الجافه بتاعتنا، نعيدها تاني مع بعض. كوبايه سميد ساده اللي هو بتاع البسبوسه، حلو قوي، زيها بالظبط بنفس المقدار كوبايه دقيق عادي، دقيق ابيض. وبعدين معلقه كبيره بيكنج باودر عليهم، ونص كوبايه جوز هند. بس يا ستي خلصنا الرواني، وقال ايه؟ عملنا وصفه حلوه جميله ولذيذه جدا، وبنتخانق عليها جدا جدا في طبق الحلويات، تبقى جايه حتتين ثلاثه بس في الطبق بالكتير قوي صف كده، بنبقى هنتجنن عليها. بصوا بسم الله، ولو رحتي جبتيها من عند الحلواني مثلا، جبتي طبق كيلو، شوفي هيبقى بكام، وشوفي هنا كلفتك ايه. بصوا التكلفه كلها في ايه، كل حاجه موجوده عندك في البيت، البيض والدقيق وايه تاني، فانيليا، الزيت والسمنه، وزي ما قلت لك ممكن تشتغلي بزيت بس. بصوا بقى بنقلب ازاي كده اهو. يا ميرفت صباح الخير، معشوقة الجماهير، صباح العسل حبيبه قلبي، صباح الفل عليك يا ميرفت، صباح الهنا. ازيك يا شيف هالة؟ الحمد لله يا حبيبي. تقول لي منك، الجماهير عماله تتصل بيا تقول لي يا بختك بتوصلي لشيف هالة، بلغيها سلامنا. قلت لهم يا ريت يكلموني كلهم، يا ريت والله يكلموني كلهم يا حبيبتي، والله كلكم على دماغي. قلت لها منى هبلغها بس حاجه هتفرح بيها، ان ماما بتدعي لها، ربنا يصلح حالها من زمان. يا رب يا رب يا حبيبتي، يصلح حالك يا رب. ربنا اللهم انا عارفه انت الام عندك حاجه عظيمه قوي 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 على دماغي، وربنا يخليها لك. امي يا شيف هالة مالكيش حل، ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. تسلميلي تسلميلي يا حبيبتي. بصي بقى يا شيف هالة، قوليلي، انا عندي مشكله في الرواني بصراحه. قولي يلا. بصي حتى لما بيجي جاهز في طبق الحلويات الشرقيه، ايوه، بيبقى وحلواني بقى عامله كبير واسماء ليها اسمها، ايوه، بس بيبقى فيه زفاره يا شيف هالة. بالظبط، برافو عليكي، الله يكرمك. برافو يعني عليكي، تنقذينا من حاجتين، الزفاره والطعم اللي بيبقى اوفر قوي ده فيها. طعم طعم البيض. اه يا روحي، صح كده؟ اه طيب. ولادي ما بيحبوش الجوز الهند من الاخر. ما تحطيش جوز هند، مش مشكله. ماشي. هقول لك بقى، احنا عندنا فانيليا، انا حاطه فانيليا سايله لو تاخدي بالك يا ميرفت. الفانيليا السايله بتبقى ريحتها وطعمها اقوى شويه من البودر، وحاطه معلقه خل. انت عارفه ان انت لو ما حطيتيش فانيليا خالص وحطيتي الخل بس، هيغطي لك على طعم البيض نهائي، ودي الميزه عندنا النهارده. انا النهارده كمان مزوده جوز هند، اولا بيديها طعم وريحه حلوه، ثانيا برضو بيغطي على طعم البيض. طيب لو انت مش عايزه تحطي جوز هند، ممكن تجيبي ليمونه وبشوري الطبقه الصفراء اللي بره دي، البشر الناعم الصغنن ده يا ميرفت، وحطيه معاها تغطي لك على طعم البيض. معلقه الخل اللي موجوده تغطي لك على طعم البيض. هاتي فانيليا سايله، هاتي روح جوز الهند من عند العطار، عامله علبه ازازه صغنونه كده زي الفانيليا السايله، بس ريحتها ما شاء الله تبارك الله عليها. كل دي بدايل تغطي لي على البيض تمام. لكن بره الجاهزه مش هيهتموا قوي كده، وطبعا بيحطوا فيها بيض كتير علشان ايه؟ تنفش معاهم. احنا النهارده معتمدين على البيض وعلى البيكنج باودر وعلى الضرب سواء في الخلاط او في المضرب، كل ده ينفش هالك. بصوا بقى، وممكن بدل اربع بيضات تحطي ثلاثه يا ميرفا، بس زي ما بقولك معلقه خل مع فانيليا شكرا. بصوا الخليط، السميد مع جوز الهند، شايفين مرمله ازاي الترميله دي بقى، ما شاء الله عليها. هجيب صينيه مدهونه مسحه زيت خفيفه جدا، اي صينيه عندك سواء اللي بكليبسه زي كده بتتفتح، او صواني الفرن العاديه. ونعمل ايه بقى؟ نروح نازلين بالخليط بتاعنا، واخده مسحه زيت خفيفه الصينيه، بسم الله، وننزل كده هون. يلا بينا بسرعه قبل ما البتاع تتزحلق من ايدي، البوله تتزحلق، عايزه عضلات والله يا جماعه. اللي انا شماه دلوقتي شم ريحه جوز الهند مع الفانيليا، تحفه. وما تنسيش معلقه الخل، اوعي تتجاهليها، معلقه الخل معانا هنا شغاله شغل عسل. نزلي كده كل ده، يا سلام، اوعي فتفوته تسيبيها، حرام، ما ينفعش، ده احنا مظبطين ومكلفين. بصي بقى، ظبطي بقى كده الوش بتاع الصينيه اهو، شايفين ازاي بالشكل ده، هكذا. طيب وبعدين نعمل ايه؟ بعدين نشيل دي بس الاول. شفتوا انا ما احتجتش اجيب مضرب كهرباء تاني اضرب بيه الخليط بعد ما حطيت المقادير الجافه، بالمضرب اليدوي كده خلاص كله دخل جوه بعضه، وادتني قوام حلو قوي. بس تعملي بقى كده علشان ايه؟ السطح يتساوى اهو. لا لا ما فيش مشكله، اي خدمه عشان خاطرك بس يا سمر والله.
بالشكل ده يا جماعه كده. بصوا ادي الرواني بتاعتنا، شايفين شكلها عامل ازاي والسطح بتاعها عامل ازاي. زي ما قلت لكم هتطلع رواني ناعمه جدا جدا وجميله، ما تتخيلوش قد ايه. دلوقتي الفرن بتاعي شغال على 180، هدخل صينيه الرواني على الشبكه في النص على 180. بصي انت اللي بتقولي اهو انا عملت اللي عليا، انا عملت اللي عليا. بسم الله ندخلها الفرن واوريكم شكلها على الشبكه. بسم الله اهي 180 تحت ومروحه، مش اكتر من كده. دي خلاص كده صينيه الرواني زي الفل، متشكرين قوي. يلا يا سمر بسم الله. وبعد كده قبل ما تطلعوا فاصل، بصوا الشربات اهو غلي والسكر داب وبقاله دلوقتي 5 دقايق بيغلي على ما عملت الرواني. بصوا القوام ده، انا مش عايزه يتقل عن كده، كده حلو قوي تبارك الله عليه. اطفي عليه بقى. وعلى فكره الليمون لما بيتحط بالطريقه دي بيدي مزازه اكتر وبيدي طعم احلى من لو حطيتي عصير ليمون مباشره. انت ليمونايه قطعيها كده شرايح كده وحطيها تغلي مع الشربات وشوفي طعم وريحه الليمون. كده انا طفيت عليه النار خلاص. بعد ما اطفي عليه زي ما اتفقنا معلقه سمنه بحطها كده فيه. ويا سلام بقى يا حبذا لو دي سمنه بلدي، واو على الجمال. نسيب بقى الشربات يهدى وتطلعوا فاصل وترجعوا لي نشوف احلى صينيه رواني ولا اجدع حلواني. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني كنا بنعمل صينيه رواني ولا اجدع حلواني، ده عنوان حلقتنا النهارده. دي بقى يا جماعه اللي عملتها لكم قبل الهوا ولسه ما سقتهاش، ومع ذلك بصوا طريه خالص ازاي. الله الله يا وعدي يا وعدي على الرواني النهارده، شايفين شكلها عامل ازاي تحفه. طيب دي عشان انا عملتها من بدري وبردت، يبقى الشربات هسقيها بالشربات السخن زي ما قلت لكم، واحده تكون لازم حد فيهم بارد وواحد سخن خلاص. وادي كمان عامله لكم قالب صغنن عسل كده. قبل ما اسقيها اديها بقى تخريمه حلوه كده في كل حته، شايفين ازاي، وخصوصا الحروف عشان الحروف ما تنشفش. احنا لما بنجيبها من بره بتبقى كلها طريه في قلب بعضها. اوعى وشك بقى حته الحرف دي يا جمالها، حلاوتك يا جمالك. شايفين اهو في كل حته كده بالشكل ده عشان تتشبع بالشربات. تعالوا للقالب التاني نفس الحكايه، اهتم بالحروف الاول كده، شايفين ازاي بالشكل ده، وبعدين في النص كده. بس طبعا عايزه انقله على طبق اكبر علشان ده كده هيوقع لي الشربات بره، فنجيب طبق. بسم الله ننقل عليه، عايزين طيب مش عايزين حاجه. بسم الله اهو كده عشان بس الشربات ما يقعش بقى. ونسقي بقى بالشربات سخن طالما هي بردت، او العكس يكون الشربات برد وهي لسه خارجه من الفرن. اسقي بقى كده وشوفي جمال الرواني بتاعتنا النهارده. بصي زي ما قلت لكم اهتموا كده بالحروف. الله، طول ما هي بتشرب معاكي اسقي. الشربات بتاعنا يا جماعه السكر قد الميه، يعني شربات خفيف مش شربات تقيل، مش زي العسل مثلا بتاع الكنافه، لا ده شربات خفيف زي بتاع البسبوسه كده. فكل ما هتشربه كل ما هتطرى معاكي. الله الله الله. ايه سمر جاهزه بالشاي؟ عايزين نفطر رواني؟ بتقول لي اه والله العظيم. وتعالوا هنا كمان القالب العسل ده، شفتوا بقى انا حطيته في طبق ليه؟ عشان اشبعه بالشربات. شايفه يا سموره؟ بصوا 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 عماله تشرب ازاي؟ ايه الجمال ده بقى؟ يلا كله انا مستنياكم كلكم. يلا الصينيه الكبيره شربت، اديها تاني اديها تاني، تبخليش عليها. الله 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 الله، والحروف الحلوه عشان تطرى، شايفين اهو. بس يا ستي نجاح الرواني ان انت كل ما بتسقيها الشربات بتشربه، وطبعا كل ما بتشرب بتطرى اكتر واكتر. ودلوقتي اللي قاعد بيقول لك الشربات كده هيبقى مش عارف ايه، لا احنا عاملين شربات خفيف، شربات خفيف. الكلام ده لو الشربات انا عاملاه
عسل شربات تقيل زي بتاع الكنافه زي ما قلت لكم كده. بصوا بقى قلبيها كده زي ما الحلواني بيعمل كده. الصينيه الكبيره اللي في ايدي دي واخده مقدارين من المقدار اللي عملناه دلوقتي مع بعض، ماشي؟ وهنا نفس الحكايه. وتعالوا بقى الاصل بتاعها جوز هند، ده الاصل بتاع الرواني. اي حاجه بعد كده هتحطيها عليها براحتك، بس اهم حاجه لازم جوز الهند على الوش بالشكل ده. ده اصلها. ايه الفرق يا جماعه بين كيكه الرواني والكيكه العاديه؟ شوفوا كام فرق، تعالوا نعدهم مع بعض. اولا دي بيتحط فيها كوبايه زبادي، وده عامل حلو قوي قوي يخلي لك الكيكه طريه جدا. اي كيكه بيتحط فيها زبادي بتبقى طريه جدا. طيب ايه تاني؟ بيتحط فيها نص كوبايه جوز هند، ماشي. وايه تاني؟ وبتتسقي بالشربات. يبقى ثلاث فروق بيحولوا لي اي كيكه لصينيه الرواني بتاعه الحلواني: الزبادي وجوز الهند اللي في قلبها، والشربات اللي بتتسقي بيه اول ما تخرج من الفرن. بصوا، ها حلواني دي بقى ولا مش حلواني يا ست سامر؟ بصوا المنظر اهو، مش دي كده اللي بتشوفيها عند الحلواني في محل الحلواني اهو؟ والله يا عيني، ده بصي ده انتي هبهرك النهارده يا سمر، ولا حضري لنا شاي بس. بصوا بقى كده، حاضر، من عينيا من عينيا. وعايزه اقول لكم حاجه مهمه نسيتها للاسف. سمر كانت بتكلمني نسيت، كنت هقول لكم افتكرت الحمد لله. جوز الهند بيتحط اول ما بتسقي الشربات علشان يمسك على طول في الشربات. لو انت سقيتيها وسبتيها بعد شويه هديت وجيتي تحطي جوز الهند مش هيمسك فيها، فهي الاصل بتاعها اول ما تسقيها بالشربات على طول تروحي ايه رش عليها جوز الهند، يروح لازق عليها. عسل وسكر، عايزين سكينه يا اولاد، سكينه يا اللي تتضرب. حاضر، اصبروا عليا بس، اصبروا عليا. عينيا عينيا. بصوا بقى كده يا جماعه، بسم الله، لما نقطع كده، الله، بصوا يا سمر طريه ازاي، بصوا تعالوا شوفوا، بصوا شايفين السكينه ماشيه معاها ازاي؟ زي السكينه في الحلاوه اهي. بصوا الرواني، شايفين متشبعه ازاي بالشربات وطريه خالص ازاي؟ وبصوا لونها عامل ازاي. هي بقى مش دي زي اللي بنجيبها بالظبط من بره، بس دي طعم احلى ومخدومه اكتر، تبارك الله عليها. تعالوا نرصها كده هنا، بسم الله. بصوا القطع، عسل، الله 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 الله، وخصوصا بقى وهي سخنه كده، الشربات عشان سخن نزل على الكيكه سخنها، خلاها كده حكايه. الطبق ده بتاعنا وانت يا سمر، ماشي. ده في خناقه اشتغلت، صح؟ في خناقه اشتغلت. متخانقوش يا جماعه، خير ربنا كتير، خير ربنا كتير. طيب لو انا عايزه بقى اقطع حته من الصينيه، تعالوا بس الاول ندي ايه التاتشات بقى بتاعتنا كده. اتحولت لي فجأة لجاتوه رواني، مش كيكه رواني، لا لجاتوه. بصوا اهو، ايه رأيك يا سمر بقى في الجمال ده؟ انت بتعملي فينا ايه؟ بتقول لي انت بتعملي فينا ايه؟ انا عملت حاجه يا باشا، انا اتكلمت يا باشا. بصوا بس، يلا يا ستي، واذ فجاه بقت جاتوه تحفه، ولا كلمه، حاجه سهله وسريعه جدا جدا جدا. طيب عايزين نقطع بقى الكلام الحلو ده قبل ما نطلع فاصل، علشان بس سمر ما تعملش ايه المفاجآت بتاعتها. بصوا طريه ازاي. طب بصي يا سمر، والله يا اختي بصي، سيبك بقى من الفاصل، بصي بصي شايفه الكيكه عامله ازاي؟ شايفين؟ بصوا ماشيه ازاي، الله الله الله. لوز لوز لوز، وهقطع لكم حته دلوقتي، اطلع لكم حته هوريكم كده قلبكم هيدق معاها ازاي، تبارك الله عليها. يلا بينا. دي تتقطع كده اتنين زي الحلواني بقى ما بيعمل، ودي تتقطع كده، ما شاء الله عليهم بجد، ربنا يبارك لهم في مهنتهم، احنا بنحاول نجتهد بس طبعا هم الاصل عشان ما حدش يزعل مننا. بصوا اهو، ايه ده بقى، ايه ده بقى، ايه ده بقى ده. بصوا يلا يا ستي، عشان خاطرك يا احلى سمر في الدنيا. كده عشوائي بقى، هو اجباري عشوائي عشان الفستق مش هيكفي. فنعمل فنعمل ايه يعني،
شويه شوكولاته شويه. شايفين انا صريحه ازاي؟ عمركم شفتوا حد صريح كده زيي؟ اهو بصوا. لا 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 تحفه تفتح نفسكم بجد، ما شاء الله عليها. طيب عندي ايه تاني؟ سوداني، قطي سوداني اهو. وزي ما قلت لك اي حاجه كده هتحطيها وهي سخنه بهذا الشكل. فين تاني سوداني اهو ماشي. وهنا لا هنا ناخد شوكولاته. سمر خلاص جابت اخرها مني. سمر بتقول لي بقى حرام طلعينا فاصل، وانا ابدا اخلص. طب بصي كل تاتش بيتحط، انا عايزه اوريكم الصينيه دي للاخر، عايزه اوريكم الصينيه دي للاخر. بذمتك يا سمر دي تتفات؟ لا والله لا 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 خلاص يلا يلا تزعليش خلاص اهو. بصوا بتضحكي يا جبانه بثبتها. هي مرفوده مش عارفه هي بتضحك ليه، فرحانه ليه وهي مرفوده اهي. بس يا جماعه خلاص، كل ما اقول بس ايه سمر يبقى عندها امل ان انا خلاص. بس هي خلاص والله اخر بسايه. بصوا شكل الصينيه، شايفين شكلها يفتح النفس ازاي؟ تبارك الله عليها ما شاء الله تبارك الله بجد. تعالوا نطلع حته ونختم بيها على طول. بصوا بسم الله طلعي كده حته حلوه اهي، شايفين طريه ازاي؟ بصوا طالعه معايا ازاي ولونها فاتح زي معلقه الخل اللي حطيناها دي، بتخلي اللون فاتح كده. شايفين شايفين علوها وطريه خالص ازاي اهي. يا خبر ابيض والله ما مستحمله. بصوا لو دوست عليها شايفين الشربات عاملها ازاي ما شاء الله عليها، عسل وسكر. الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. نحطها بقى فوق هنا كده عشان تغمز لكم بعينيها وانتوا طالعين فاصل اهو. اهو شغلنا على ميه بيضاء على عينك يا تاجر. وصفتنا الحلوه النهارده خلصت، لكن حلقتنا لسه ما خلصتش، لسه عندنا حاجات حلوه كتير قوي. اطلعوا فاصل وارجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني عملنا احلى رواني تستاهل بقكم، عملناها ولا اجدح حلواني، بنتحدى بيه الحلوانيه بدل الحتتين ثلاثه اللي في طبق الحلويات اللي بنقعد نتخانق عليهم ونزعل ان هم خلصوا. لا النهارده عاملين صينيه بحالها رواني، عيشي بقى بيها. دلوقتي وصلنا لفقرتنا الطبيه، ومنوراني النهارده حبيبتي واختي وصديقتي اللي بجد بلجأ لها دايما في اي مشاكل طبيه، في اي سؤال الحقيني يا دكتور ما شاء الله عليها، دايما بلاقيها سبورت في ظهري جدا جدا جدا. دكتور صفا فتحي، دكتوره صيدلانيه واخصائيه التغذيه الاكلينيكيه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت قديمه الوانك النهارده اتجنن. ربنا يخليكي ليا، انت بتحرجيني بس عشان انا بتشيك عشان جايه معاكي. حبيبه قلبي ربنا يخليكي. عامله ايه يا شيف؟ عامله حلويات وربنا يستر. حلوه قوي قوي قوي، بس دي لازم لها حاجات ترفع الحرق على طول، يعني ما ينفعش ان احنا هناكل الحلويات دي واقول لك ان انت مش هتزيدي. لازم على طول ناخد حاجات تمسح السكر الزياده ده قوي. تمام تمام. أقولك بس المهم ان احنا هناكل. طبعا. يعني مش هتيجي تقولي لي انا هخسسك وكل حاجه، بس مثلا رواني زي دي لا ما تاكليهاش. لا لا لا، انا هتكلم مع الناس بمصداقيه تمام. زي ما هم متعودين مني، انا مش هقدر اقول للناس انت احرم نفسك. هو يقول لي انا بشيل السكر من الاكل بس ما اقدرش امنع نفسي عن الحلويات، يعني هو بيفتكر نفسه ان هو عنده تضارب. انا يا دكتور بقدر اقبل اني اشرب شاي وقهوه من غير سكر، وفي نفس الوقت انا لازم اخد حته كيك وبتاع. انا ما اقدرش اقول له لا ما تاكلش، انت برده عامل مجهود. انا بقى الدور الباقي عليا.
الدور اللي عليا ان انا عدلي معدلات الحرق واخليك اي حاجه بتاكلها تساوي في جسمك صفر غير موجوده تماما والسكر كانه مش موجود وبالتالي تخس زي ما احنا متفقين. النهارده هقدم لكم مفاجاه وتعتبر اخر مره هتنزل الخمس هدايا اللي مفاجاه تمام. انا نزلت قبل كده بكورس وكان فيه الاعشاب والنقط مركزه اللي هي اللي قلت لك عليها اللي هي التركيز العالي قوي اللي هي سميتها انا لوحدها كورس الحرق تمام. دي هتنزل النهارده في العرض مع ثلاث هدايا يعني هيبقى خمس هدايا معاكم اعشاب مركزه اكتبوا ورايا كده خمس هدايا على الكورس بتاعنا النهارده حلو جدا هيكتبوا هم ورايا بقى ادي اعشاب مركزه ونقط مركزه برضو اللي انا اتكلمت عليها قبل كده واستفدنا في الحرق لان هي يعتبر كورس الحرق وحزام وكريم ومعاهم مالتي فيتامين خمس هدايا ما شاء الله على ايه بقى؟ على كورس عليه كورس هديه اللي هم يغطوا لي 60 يوم ما كده بقى احنا عملنا ده احنا كده الكورس ده انت كده ست هدايا يا دكتور كده كده ست هدايا بس كده ست هدايا لان احنا عندنا الكورس الاصلي بس عليه خصم النهارده 70% ده الكورس الاولاني بس اللي بيغطي لي 30 يوم وزي ما دكتور صفا بتقول تعالوا بينا نعد الهدايا بقى انا عايز الناس تفهم ان النهارده كورس خرافي كامل في كل حاجه ومعمول بذكاء رهيب ليه بقى علشان احنا حطينا الهدايا مش هدايا عاديه هدايا احنا حطينا كورس الحرق بالظبط دي بالصدفه النهارده عامله سكر كل الناس فعلا اللي داخلين لي في الشتاء بيفكروا ان هم يحلوا مشاكلهم بالسكر يعني انا سقعانه قوي اقرب ليا شاي بلبن حلو كده معاه حبه بسكوت او حبه كيك سحلب فيه سكر مش عارف ايه في مثلا ده بيفتكروا ان العشوه دي في بالليل اخف من الاكل ناخد حته كيكه زي ما دكتور صبا بتقول حته كيكه وكوبايه شاي بلبن الشاي بلبن شوفي انت حاطه كام معلقه سكر ايوه هم فعلا بيحسبوها ان هي حاجه خفيفه بالظبط ما يعرفوش ان ممكن انا يا اختي اكتر واحده بحسبها كده انا اكتر واحده بحب العشاء بتاع بالليل الخفيف ده مرهوني بقى ما اقولكوش اي شيء بقى الليله دي النهارده بقى احنا عايزين نحل المشكله دي فترتبت الهدايا المره دي جايه كانك واخد كورس حرق لوحده يعني انت بتقدم لك ثلاث كورسات الكورس الاولاني كبسولات واعشاب ونقط ده لوحده عليه خصم 70% هتدفع 30% بس من ثمنه عليه بقى هديه كورس تاني كبسولات واعشاب ونقط عليه بقى الكورس الحرق اللي انا بحط فيهم الاعشاب عاليه التركيز والنقط عاليه التركيز تمام وعليه تاني ها الحزام والمالتي فيتامين والكريم الناسي في الدهون انت متخيله انا مش عارفه اجيب تاني اكتر من ترابيزه كبيره ترابيزه صغيره يعني خمس هدايا من ضمن خمس هدايا دول كورس الحرق اللي انا ممكن اخسس بيهم واحد لوحده 15 كيلو يعني كورس بالنسبه لي معمول بذكاء رهيب علشان كانك مش هدايا مثلا بيشتغلوا مع بعض لا ده هدايا كل واحده فيهم هتنزلك بتشتغل مستقل طب انا لسه ما حفظتش الهدايا قوليها لنا تاني عشان احفظها معاكي الهدايا كورس عليه احنا قلنا كورس عليه كورس هديه بخصم 70% للكورس الاولاني ايوه تمام وبعدين اللي جاي بقى قولي لي بقى عندنا الاعشاب والنقط اللي هي ايه التركيز العالي الجديده في الشركه اللي لسه نازله اللي جاي بيها الدكتور من المانيا المؤتمر اللي كان مش متعود فيه ونزل لنا بيه التركيز الاعلى اعشاب ونقط ومالتي فيتامين وكريم وحزام ما شاء الله اعشاب ونقط بتركيز عالي مالهمش دعوه بالاعشاب والنقط اللي في الكورسين الاولاني اعشاب ونقط بتركيز عالي دول لوحدهم اللي هم بيعلوا لي الحرق جدا وبعدين حزام وكريم ومالتي فيتامين بتوع منطقة البطن وما أدراكم من منطقة البطن اللي فيها كل الدهون وفيها كل المشاكل كلنا حتى اللي جسمها مش هقول لك فيها سمنة اللي جسمها رفيع مثلا وولدت مرة ومرتين تبص تلاقي البطن بقت عندها فيها مشكلة حزام الدهون اللي احنا بنتكلم عليه النهارده الكريم والحزام يعتبروا ده كورس لوحده للبطن لمنطقة البطن بالظبط صح كده؟ بالظبط بس الناس بتشتغل الكريم والحزام أثناء اي كورس من الكورسات اللي احنا حاطينها دي لكن ده كل واحد فيهم لازم يشتغل ورا التاني الاولاني كبسولات واعشاب هياخدوا وقتهم 30 يوم هينزلوا لك 15 كيلو نشتغل بعديهم كبسولات واعشاب ونقط ينزلوا 15 كيلو بعديهم اعشاب ونقط عاليه التركيز كانك ضايفه مدوبه جواهم كبسوله حارقه لان التركيزات عاليه جدا هيشتغلوا حوالي 20 يوم تمام لان ممكن يكون الباكت فيها عاليه التركيز فبتتاخد مره واحده بس 20 يوم وبلس المالتي فيتامين بلس الكريم بلس الحزام يعني النهارده كورس مش هيحصل كورس انا حاطه فيه عرضين انا مره قبل كده نزلت معاكي بالاعشاب والنقط المكثفه والناس اتجننت عليها من كتر ما هي نزلت جامد قوي وعلت معدلات الحرق الشتاء بيحب الشرب السخن صح فالناس كلها بتلجا ان هي اصلا اشرب ينسون يا دكتور لا
ترتيبك من الايه؟ من الاعشاب. فالاعشاب بتشتغل معاهم بمعدلات الحرق وبتشربهم كميات ميه كبيره، ما دام بتجيب نتيجه ايه المشكله؟ صحيح. فهي فعلا حلوه جدا النهارده، ومش هينزل خمس هدايا تاني. النهارده بس كانت نازله من المانيا مع دكتور هشام لما كان غايب عننا، نزل لنا بيها وبعدين نزل لنا بيها هدايا. فالنهارده الكورس الذكي، الكورس المدعم جامد جدا اقتصاديا، فرصه اخيره لكل الناس اللي عايز تخس. ما شاء الله. يبقى الكورس بتاعنا النهارده يعني انا مش عارفه ابتدي منين بصراحه، يعني مش عارفه ابتدي بالكورسات اللي هو الكورس الاساسي اللي عليه خصم 70% الكبسولات والنقط والاعشاب اللي بيغطي لي 30 يوم، ولا اكمل عليه واقول ده في كورس تاني هديه بيغطي 30 يوم كمان، بقى كده 60 يوم. وفي خلال ال 60 يوم اللي بيغطوا لي الكورسات اللي فيهم كورس هديه مجانيه، جاي لي هدايا مجانيه كتير قوي، يعني جاي لي هدايا مجانيه تغطي لي بقى كل المشاكل اللي ممكن تقابلني في الفتره دي. النهارده جاي لك الكريم اللي بيخسس، في كريم في كولاجين بيعالج مشاكل السلوليت، وده ضامن الاثنين الكولاجين والحرق زي ما انا قلت قبل كده، والحزام الحراري الكبير العريض. ومعانا كمان الاصلي المستورد الاصلي، وده بيقعد معاكي على طول بقى، يعني حتى بعد فتره الكورسات ده استعمالك الشخصي، ده الحزام ده عندك على طول. انا جات لي واحده كان محيط وسطها 120 وغابت عني اسبوع، وجت بالحزام والكريم بس، بقت 109. نزلت 109 محيط سم، نزلت 11 سنتي. 11 سنتي. هي ممكن تكون فعلا اجتهدت شويه في ان هي التزمت بالاكل، بس ده حرقها له. يعني انا عايزه اقول الكريم والحزام عملوا شغل حلو جدا. بتتكلمي 11 سنتي، حاجه رهيبه. فانا عارفه النهارده قنبله، النهارده عرض تفجير دهون وخدمه للناس جامده قوي قوي قوي. فعشان كده هو مفيش حد بينزل خمس هدايا وخمس هدايا يخدموا بعض، لا ده هينزلوا لك كل حاجه لوحدها كميه كبيره. دي خدمه كبيره من الشركه، بدل ما يقولوا لك مثلا في فتره التخسيس انت محتاجه كريم بكذا ومحتاجه حزام بكذا ومحتاجه مالتي فيتامين يعوض الجسم عن كل اللي بينزله ده لوحده بكذا، لا النهارده بجد خدمه كبيره جدا جدا من الشركه ومن دكتور هشام اللي كل هدفه في الدنيا انه ازاي يعمل لكم يعني كل الصحه. تخس يعني تخس. بيعمل ايه؟ هم محتاجين حزام ومحتاجين كريم، هنزلهم هديه مجانيه. محتاجين مالتي فيتامين، هنزله هديه مجانيه. طب انا جايب اعشاب وجايب نقط بتركيز اعلى تعلي لي معدل الحرق في الجسم، برضو منزلهم هدايا مجانيه. كل ده والشحن مجانا، كل الحاجات الجميله دي كلها كتير جدا ما شاء الله تبارك الله عليها، كلها هتجيلكم النهارده من غير ولا جنيه شحن، وكمان متابعه مجانيه طول فتره الكورسات. انت خدتي الكورسات النهارده مدتها شهرين 60 يوم، في خلال الشهرين دول انت بتتابعي مع دكاتره على اعلى مستوى وكفاءه في مهنتهم وفي مجالهم، كل ده مجانا بالتليفون وانت قاعده في بيتك، لا بتنزلي تروحي لحد ولا بتحجزي ميعاد، ولا الدكتور جه ولا الدكتور ما جاش ولا الدكتور منع ولا الدكتور ما منعش، مفيش الكلام ده خالص، ولا سيب العيال واقفل عليهم ولا انا مستتقله المشوار، ده وانت قاعده في مكانك في بيتك وفي وسط عيالك، بالتليفون بتجيلك كل الهدايا وكل العروض الحلوه دي، بتخسي وبتحسني صحتك بالمالتي فيتامين، وكمان بتحسني مظهرك بالكريم وبالحزام، البطن بتنزل، مفيش بعد كده ومفيش اسهل من كده. كل اللي عليكي ان انت هتتصلي على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه، ودلوقتي حالا الهدايا لما بتكون قيمه وبتكون كتيره بتخلص بسرعه. هي عددها قليل. ما قبل ما تقولي انا عارفه قليل، انا فهمت النظام على طول. هو فعلا اول 100 متصل. فعلا بيبقى فيه تليفونات سباق ناري. تعالي ناخد صوره، ايه رايك؟ ناخد صوره، وما تنسوش اول 100 متصل يا جماعه. دلوقتي كان معانا محمد، ده كان 125 تمام. بقى 95 ما شاء الله. وعايزه اقول لك بقى ان هو لسه مكمل، ونزول الوزن واضح جدا جدا في منطقه البطن. فعلا. وهو مكمل لان لسه زي ما شايفين في دهون في الاخر كده، دي برده لازم هتنزل. وعايزه اقول ان هو نزلهم في شهرين ونص تقريبا. حلو قوي. بدون اي حرمان من اي نوع من انواع الاكل. يعني برده كان بياكل كل انواع الاكل، وهو لوحده اللي بيقول انا مش قادر اكل. احلى كلمه بسمعها بصراحه من الناس. الكبسوله بقى لما بتشتغل على طول. بياخد الكبسوله قبل الفطار مثلا، او زي ما موصوفه له من الدكتور المعالج ليه بعد الفطار مثلا او بعد الغداء، يبتدي يوصف لي يقول لي اصلا اللي انت كاتباه ده او اللي انت بتقولي لي عليه ده انا مش قادر اكله. طب انت هم عاملين ايه في البيت النهارده؟ طب هتاكل ايه؟ والله يا دكتور انا حاسس ان انا مش قادر اكل خالص. وريقي ناشف وعلى طول بعرق وحران. انا لا
هنبتدي نقول له نوجهه يشرب ميه كتير، وما شاء الله كيلو 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 كل يومين كيلو، ما شاء الله والحاجه ممتازه وفعلا في منتهى البساطه خس بالطريقه دي ما شاء الله عليه. وزي ما انتم شفتوا النتيجه يا جماعه، ولسه مكمل يعني، هو دلوقتي يعتبر ايه في وسط الطريق، في وسط الطريق لسه ما كملش للاخر يعني، ما شاء الله عليه. عايزه اقول لكم كمان حاجه ما حدش يعرفها غير دكتور صفا، العرض ده لما نزلت بيه قبل كده وبرده كان محدود في ناس كتير قوي ما لحقتهوش، فبعتولي على رسائل الصفحه ان احنا عايزين العرض الكامل ده اللي هو فيه الهدايا الكتير وما لحقناهوش، واتصلنا وقالوا لا خلاص، كان برده كان ساعتها الاول 100 متصل بس. فكلمت دكتور صفا وبعت لها سكرين شوت من الرسائل الناس طالبه ده، فيعني استجابت لطلبنا، وطبعا اتكلمت مع دكتور هشام واستجابوا لطلبكم ونزلوا لكم النهارده العرض تاني. ولو تاخدوا بالكم في اول كلام دكتور صفا بتقول دي اخر مرة العرض الكبير، لان هو فعلا عرض كبير، عرض مليان هدايا ومليان خصومات النهاردة. فانا بشكرك وبشكر دكتور هشام ان انتوا استجبتوا لرسائل الناس وطلباتهم، ده احنا مزودين كمان هدايا عن العرض المتكامل. احنا زودنا كمان مالتي فيتامين، ما هو لازم احنا فعلا نفرق شوية عرض عن عرض ونحسس الناس ان احنا بنحاول نخدمهم باقصى ما يمكن، نظرا لان احنا كمان بالمقصودين بنتائج يعني. الحاجة اللي انتوا بتوصلوا لها دي بتسعدنا كلنا وبتثبت نجاحنا وبتكبرنا، لان خسسانكم ده احنا يعني تواجدنا، فلازم احنا ندعم الموضوع. صحيح. ده طيب احنا الحزام والكريم عارفين عرفنا، وطبعا حضرتك اتكلمتي على الكريم ويعني مع الناس جايب نتيجه مبهره الحمد لله. فعلا والحزام الاصلي المستورد، وعارفين كمان ايه تاني في الهدايا، احنا عرفنا الحزام والكريم وعرفنا ان النقط والاعشاب دي التركيز الاعلى اللي لسه نازله جديده، دكتور شيم جايبها من بره، لسه نازله جديده ونازله مع الكورسات النهارده. تمام. كلمه مالتي فيتامين بقى للناس اللي زي حالتي كده مش عارفين يعني ايه الكلمه، ثانيه ناخد تليفون ونشرح للناس يعني ايه مالتي فيتامين. مين معانا؟ سناء، استاذه سناء. الو استاذه سناء سامعاكي. ايوه ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذه شفاء؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. اهلا وسهلا. طيبه يا حبيبتي وانتي طيبه، ربنا يخليك يا رب. تسلمي يا حبيبتي. تعيشي. ممكن اكلم الدكتور صفا؟ اتفضلي دكتور صفا معاكي، اتفضلي. ازيك يا حاجه عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا دكتوره صفا؟ الحمد لله يا حبيبتي. خسيتي كام كيلو؟ انا كنت 154 ونص. تمام. بقيت 137 في 25 يوم. ما شاء الله 17 كيلو كده؟ ما شاء الله. فأقل من شهر. ما شاء الله عليكي بجد، برافو عليكي. ألف ألف مبروك. هي دي النماذج بقى اللي بجد بتدي طاقة إيجابية، برافو عليكي والله يا أستاذة سناء. طيب بسرعة كده نعيد العرض بتاعنا قبل ما نختم. العرض بتاعنا كورس عليه كورس هدية، أعشاب ونقط عليه، اعشاب المكثفه ونقط المكثفه وحزام ومالتي فيتامين وكريم، خمس هدايا جايين لك. كورس الحرق اعشاب ونقط التركيز العالي، وموجود عليه الكريم والحزام والمالتي فيتامين. حلو قوي. وكمان عايزين ناكد على ان الشحن مجانا، والمتابعه الشركه مجانا. الوحيده اللي بتعمل شحن مجانا ومتابعه مجانيه بالظبط كده. ده الكورس الوحيد اللي هتقدري تاكلي معاه حلويات براحتك، هتشربي الاعشاب بتاعتك، هتضمني انك ما اكلتيش اي حاجه، ميه كتير هتخش لك بيه. الكورس ده مدعم جدا يعني 30% واخده حوالي 80 يوم علاج يخسسك حوالي 45 كيلو. تمام. الاعشاب والنقط المضافين يعتبر كورس حرق. كورس حرق بيعلوا معدلات الحرق الاضعاف، ولوحدهم الناس عارفه خلاص انا نزلت بيه قبل كده واثبت وجوده واثبت جدارته، لان الاعشاب والنقط فعلا هي الوسيله الوحيده لتدخيل الميه في الجسم اثناء حرق الدهون في فتره الشتاء. حلو قوي، اللي هي اصلا بتعلي الحرق جدا في الجسم طول الشتاء. بالظبط كده. ونحط بقى الكريم ونحط معاه الحزام الحراري، احنا في فتره ساقعه هنقدر نستحمل وجود الحزام فترات طويله، نفتني بقى بسرعه كده نلاقي زي ما هي جت فاجئتني بمحيط وسطها اللي خس اللي نزل السنتيمترات الشديده دي، هتستفيدوا وهتحسوا فعلا بالفرق ده بالكريم والحزام مع بعض. اي حد ياخد الكورس ده وما يخسش لوحده من غير حتى مجهود من دكاتره يتابعوه. الكورس فيه كل حاجه، في حد هيقفل لك نفسك 18 ساعه، في حاجه هتاخد السكر من جسمك تماما، في حاجه هتاخد الدهون الزياده، في فيتامينات هتطول لك شعرك وهتغذي الجسم اثناء فتره
الدايت وحرمان او انت وانت مش طايق تاكل يعني. وانت فعلا انت لوحدك اللي رافض الاكل هتبتدي تنقنق يعني تدوق. فقد دخلت معاهم على السفره، انا اكلت صباعين محشي، انا شربت شويه شوربه. خدوا بالكم احنا داخلين على رمضان، ورمضان فظيع في العزايم الحلويات كمان يعني، والطبخ اللي هيلحق بالكورس الخماسي ده هيبقى انجز انجاز كبير جدا جدا. هيخش رمضان مرتاح، هيروح العزومات حتى هيكفيك لحد رمضان، هيكفيك ان انت قاعد معاك المشروبات الحارقه دي، اي وجبه بتقطع وتاكل ومفيش اي مشاكل. فاهماني قصدي؟ اه فاهماك. فالموضوع بالنسبه لك هيبقى اقتصادي 100%. الكورس اللي انا جايباه ده حوالي 80 يوم، لان الاعشاب ممكن لو كان فيها 20 او 30، 20 يوم او 30 دول يعتبروا لوحدهم كورس، كورس تعليه الحرق. طبعا الدكتور اللي موجود معاك بيتابع، هو اللي هيقول لك ازاي تشتغل بيهم. والكورس النقط دي مختلفه عن النقط اللي بتيجي اثناء الكورسات. عشان كده انا حطاهم لوحدهم. دي التركيز الاعلى. اتحيلت على الشركه. اتحيلت على الشركه وعلى رئيس مجلس الاداره دكتور هشام جامد جدا ان هو ينزلها لهم كهديه. من كتر ما انا شفت نتيجتها مع الناس. الناس ممكن تكون كانت واخداها في الاول كهديه، انما النتيجه بتاعتها قلت لا، ده يبقى كورس لوحدهم. من كتر التركيزات العاليه خلتنا حتى الفتره دي مستغنيه عن الكبسوله. اثناء رمضان حلويات، العزومات دلوقتي، فتره الشتاء مش عارفين نشرب ميه كويس، الحاجات دي هتعوضك بالمواد الفعاله اللي فيها عن الميه والخساسين في نفس الوقت، والفيتامينات اللي موجوده، سواء اللي موجوده في الكبسوله نفسها او بقى المالتي فيتامينز اللي موجوده اصلا، العلبه اللي فيها كل كده لازم هياخدوا المالتي فيتامين. ما عندناش ان احنا حد يخس من غير ما ياخد الفيتامينات بتاعته. لان كده كده غصب عنك انت بترفض انواع معينه من الاكل، ومتعود على مدخولات معينه او مدخلات معينه في جسمك لفترات كبيره، ابتدت تنقص احتياجاتك، لازم تتعوض. وحتى بالعكس، حتى لو هي من غير ما تنقص، احنا لازم نكون عارفين ان انت عشان انت مريض سمنه هيبقى عندك نقص فيتامين دي وبي 12. على الكبسولات ده اللي انا جايباها فيها فيتامين دي وبي 12 وفيتامين سي وحديد، المجموعه ب اللي هي مجموعه الطاقه كلها. هتاخدها تلاقي نفسك عندك باور، مفيش تنميل، اطرافك مش ساقعه. الناس اللي بتشكشك وتاخد حقن كتير دي، كل ده هينتهي من المالتي فيتامين. قبل ما نفصل حالا، قبل ما نختم حالا نقول العرض على بعضه بالهدايا القويه جدا، العرض اللي انتوا طلبتوه يا جماعه بناء على طلبكم انتوا. بسرعه يا دكتور بقى كده. الكورس عليه كورس هديه يا جماعه، ومعاه خمس هدايا. الاول خصم 70% على الكورس الاولاني. الكورس الاولاني بالظبط كده. وعدوا معايا، اكتبوا ورايا كده علشان تعرفوا ان النهارده كورس لا يقاوم. النهارده اعشاب اعشاب ونقط الحارقه زاد التركيز العالي، وبعدين كريم وحزام ومالتي فيتامين. خمس هدايا لا يقاوموا، خمس هدايا لوحدهم، تخسيس لوحدهم. لوحدهم اصلا اعمل بيهم عجب بجد. ما انا لسه بقولهم لو كل واحده لوحدها، سالتوا على سعرها، او كل واحده لوحدها المفروض ان انتوا هتشتروها بره. تخيلوا الهدايا دي النهارده جايه لكم هدايا مجانيه، المجمل بتاعها كله كام؟ انا ببص لها ميديكال بقى يا دكتور يا شيف، انا ببص لها ان هي دي هتخسسني قد ايه. دي هتنحن بطني، دي هتخليني خسيت 10 كيلو زياده، دي هتعوضني كل الفيتامينات اللي ناقصه في الجسم، حسنت البشره، حسنت الوش، حسنت الشعر، حسنت الضوافر، حسنت كمان الاجهزه الداخليه، النقط والاعشاب اللي تركيزها عالي، علت لي الحرق جدا في الجسم. يعني عيشوا كله زي ما انتوا عايزين، محدش هيقول لكم ده كده غلط، ده كده مش عارف هتتخنوا، لا، انتوا بتظبطوا الدنيا وتاكلوا براحتكم خالص. ده بالنسبه لي انا كورس الاعجاز والانجاز. يعني انا شايفاه ان هو متكامل للنهايه، فلازم الناس كلها تتسابق عليه، مش اول 100 يعني. اتصلوا دلوقتي، نلحق فعلا كل حبايبي يتصلوا دلوقتي. اول 100 متصل يا جماعه، الارقام موجوده قدامكم على الشاشه، لان الكورس النهارده فعلا كورس حلو قوي ونازل بناء على طلباتكم انتوا. اشكرك يا دكتور، ربنا يخليك، نورتيني يا حبيبي، ربنا تسلم ايديك، ربنا يخليك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، واتمنى حلقه الحلويات في حلويات النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. ومن النهارده لبكره سيبكم في رعايه الله.